طول عمرك كان تهيطنا على البر وعلى الربيع، الحين ما شاء الله الشمال الله يطرح البركة، أي جاتهم أمطار طيبة وما شاء الله الأرض مربعة الحمد. وأنا والله الحقيقة عندي رسالة أوجهها للمتنزهين، نعم، المحافظة على الأماكن، اترك مكانك أفضل مما كان قدر الإمكان. فلما يجي الواحد تنزه يترك مكانه نظيف، ولا هي بكلفة عليك، لا ترمي من البداية، حط لك كيس وحط فيه المخلفات. فأنا أقول يا تل قلبي على المكشات، لا هلت أمطار وسمية في شهر فبراير وبالذات لا عدت المربعانية. يا سلام. جهز خيامك مع الفرشات وأغراضك اللي ضرورية، حط الفناجيل وبريالات ودلال رسلان أصلية، تلح على خريم والتنهات ولا جنوب النعيرية، سبحان من يحيي الأموات، البر فاضت خبارية، تسمع مسالم لها شيلات وتهيض القلب قمرية، القط زبيدي على الطلعات كنها على القاع مرمية، احلب واشرب من الخلفات واترك أشياء صناعية وسلامتكم. وانت سالم صح لسانك، بيض الله وجهك، انت اللي